العديد من الأشخاص يلي بيعانوا من وزن زائد ممكن يلجأوا لإجراءات جراحية مثل التكميم أو قص المعدة وغيرها من العمليات اللي بتطلب من الشخص أو بتطلب من الشخص يكون عارف بكل التغييرات اللي هي ممكن تطرأ على اللايف ستايل تبعه بعد هي العملية. تماماً رنا، وأحد يمكن أهم التغيرات هو اتباع نظام غذائي معين لحتى نطلع بالنتيجة المطلوبة ونتفادى الكثير من التأثيرات الجانبية الناتجة عن العمل الجراحي، وهذا اللي رح يكون موضوع حديثنا اليوم مع اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة معنا. يعني في أشخاص كثير بيلجأوا لهي العمليات يمكن بعد محاولات كثيرة، خلينا نقول ريجيمات وأنظمة غذائية، وأغلبها يمكن ما بيستفيدوا منه. الحل السريع بيعملوا أسمدة أو بيعملوا أي شيء. تمام، ليش نحن مهم اليوم نعمل نظام غذائي لهي الأمور وتحديدا بعد عمليات اللي هي بتحد أو بتقلل من السمنة؟ هلا بالفعل، هلا بالبداية كانت هي العمليات للناس الأوبيزيتي تبعها فوق ال 35، هي وجدت لهي الأصناف من الناس. فوقت وجدوا نتائجها الباهرة وخلق الإنسان عجولة ولبت هالمتطلب الغريزي بالإنسان، فصار يهجم عليها حتى إنسان ما بيحتاجها. فإلك شو ريجيمات وهيك، حآكل امتين حأرجع رد، خلص سياسة حرق السفون، ما في خط رجع. اللي بيتفاجأ الواحد هلا لو كانت عندك يا هلا، أنا على فكرة أنا كثير بحيي العلم إنه وصلنا لمرحلة التقدم العلمي، بس هي العمليات أولاً إلها حالاتها. يعني انت مثلا، انا مثلا ما بعمل باخذ للانسان، باخذه للانسان على الاسعاف وباخذه على مستشفى اذا سعال. يعني في ناس بدها الحلول النهائيه فورا، يعني انا بدي خلص، ما عندهم صبر، ما عندهم صبر وهالقصص هي، وبدي اقول هي الفكره بهيك عمليات انه الانسان بصير فيها انه شبعان من معدته، جوعان من مخه. وهون اللي بصير بقى فيه مشاكل، شوف بالدبريشن بالاعصاب. شيء ثاني انه اللي كثير بينبسط عليه بعد عمليات المعده انه بيعمل تنزيل رائع جدا، اول اسبوعين ثلاثه بيلاقي 9 كيلو 10 كيلو راح تبخروا من جسمه، مو بس راحوا تبخروا. النقطه اللي ما بينتبه عليها انه هو عم يكش مو عم ينحف. النحف بيهاجم الخلايا الدهنيه، بعمليات هيك جراحيه بيصغر، بيتاكل الجلد، بيتاكل العضل، بيتاكل العظم، حتى بيخسر شوي من طوله. هلا نحن مو جايين نحكي انه نحن ما بنشجع العمليات، لا لا، بس لاشخاص معينين، بس يعني وحالات معينة. ينتبه الواحد في اشياء هي بتصير. نحن هلا بعد عمليات هيك بدنا نروح نرمم هاي القصص اللي هي الدبريشن، مخزون الكبد بعد شيء سنه ونص ببلش يفضى فيتامين بي 12، يفضى عندك يا الجلوكوجين، بيصير بعد سنه ونص من هيك عمليه مريض عمليات السليف والقصص والنقل المسار وهالقصص هي، بيصير بينام بيحلم بقطعه سكر بمنامه، مثل ما قلنا عقله جوعان لسه. بالضبط. وشيء ثاني، الجلوكوجين السكري بالكبد فضي. يعني احلى شيء بهالعمليه انه ما بتنبهك في كبد، الله خالق لنا كبد مثل الفريزر تبع الجسم، بتطالع الشغلات اللي نقصتك هيك. بهيك عمليات ما عاد في بي 12 عم يفوت على منطقه الاثني عشر ولا يفوت للدم. بهيك عمليات ما عاد صفي في بعض الاحماض الامينيه تتجاوز حدها، لانه هضم بعض، لانه الهضم عم يتم بالمعده، البروتينات والهي بالمعده، فبتتاكل اهم قسم بالمعده بمنطقه الزاويه القائمه تبعها. عفوا دكتوره، مو لانه نحن ما عم ناكل كميات كافيه من الطعام، يعني الموضوع مختلف تماما. والمشكله اني انا عم شوف كثير بيقولوا له خذ فيتامينات بي وهي، لك يا الله كثير فاشل المكملات الغذائيه مع عمليات المعده، لانه هلا صارت امتصاصه ولا بين ال 10% ل 12%، يعني اذا اعتمد على هي الحبوب اللي مفكر حاله انه عم ياخذها وعم يعوض حاله ولا شيء. بالصراحه هي على فكره نكته مضحكه وقت بشوف عم يزت لي الفيتامينات وعم ياخذ. هو دكتورة عفوا، بس نوضح هون الفكره، هي مع هي العمليات حتى امتصاص هي المكملات الغذائيه هو بينقص؟ يعني نحن اذا غير انه بينقص مثل ما فاتت مثل ما طلعت، يعني ما استفدنا منها. يعني كثير مهم الجراح ينبهوا على التغذيه الوريديه لاهم شغلتين، فيتامين د وفيتامين بي 12، لانه هذول ما عاد بقى يخترقوا ويفوتوا على الدم. فالتغذية الوريدية لصاحب عملية قص المعدة السليف أو نقل المسار كتير مهمة. الشغلة الثانية اللي بنحكي اللي قلنا واللي علينا، عمليات نقل المسار أثبتت نجاح رهيب لمرضى السكر النوع الثاني ولمرضى الضغط. يعني بنحكي اللي قلنا واللي علينا، يعني هاي العملية لمريض سكر فات نوع ثاني بيطلع متشافي منها، بس بده يتنبه انه باقي الرتوشات يكمل اللوحه الفنيه تبعه.
يعني برجع بقول لها ايجابيات كثيره. وسبحان الله انا انسان واحد عم يتقطع نفسه، اذا مال على اليمين بينقطع نفسه، مال على الشمال بينمعس كبده، هذا كثير هذا الحل له. يعني وحده مثلا تجيكي بالعياده وزنها 150 وعم تنزل على كل اسبوع تقريبا 400 جرام كيلو ونص، لك هي حرام ما توجهيها لهيك عمليات. تمام. لانه انت عم 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 تحطميها. تماما. هي العمليات وجدت حل لحالات رائعه بس الها حالاتها. لكن وحده وزنها 90، انا جوزي مو عاجبه شكلي وانا هيك رايحه اقص، شو عم رايحه تقصي شعرك انت؟ انت بهالعمليه سكرتي ديجانتور، ما زلك قفلتي معدتك، انت سكرتي الساعه كلها على جسمك، يعني شعرك رح ينحف، جلدك رح ينحف، عظمك رح ينحف. اللهلطه الشيء الثاني اللي بعد هي العمليات، اول عمليه تصادف هاي الناس هي عمليه المراره، غير المرارة. الشدول هي المراره فورا. ليش؟ لانه كانت عم تفرز وعم تغسل حالها، فبيصير كميه القليله بتتفاجئ المراره انه ما عاد صفي شيء يتدفق على الاثني عشر، ما عاد في شيء تفوت عليه عصارتها، فبتتراكم العصاره المراريه بالحويصل، فبتولد عندك يا بلورات الكوليسترول اللي بتساوي الحصوات المراريه. فاسالي جماعه العمليات المعده وهيك، شو ثاني عمليه عملتها بحياتك بعدها؟ بيقول لك عمليه المراره. تمام. لذلك اهم شيء كمان يهتم بمرارته بعد هيك عمليات. وهلا نحكي هلا الوصفات. تمام. اكيد رح نحكي مفصلا دكتوره، يعني نحن عم نتفاجئ اكيد مثل ما كل المشاهدين عم يتفاجئوا بهي المعلومات، لانه الواحد بيفكر انه بس انا نحفت، ايه اوكي وبعدين كش شو عم بيصير؟ كش على قولتك مو نحيف، على الغساله. تمام. خلينا شوي نرجع لورا، قبل ما اصلا نروح على هيك عمليات، بتلاقي في اشخاص يا اما ببلشوا اكل 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 انه اليوم بدي اكل لانه ما عاد اقدر خلص رايح على العمليه، انا سكرنا وحده جبال. في عالم بياخذوا كثير من الفيتامينات لانه عندهم هي المعلومه اللي ذكرتيها حضرتك انه ممكن ينقصوا فيتامينات، ممكن تكون هي اخطاء ولا بيستفيدوا شيء، بالعكس بتكون عبء على القولون السفلي. يعني حتى هن بيقولوا لك تبعات العمليات انه لك يا عمي عم يطلع الاكل ماله مهضوم، وهالنفخه والغازات خلصونا منها، لانه العصارات الهاضمه كسلت. يعني هلا في الامعاء الدقيقه بتفرز عصاره، البنكرياس بيفرز عصاره، الكبد بيفرز عصاره، هدول صاروا ما لهم شغل، قاعدين مرتاحين، كسلت الغدد اللي بتساوي هيك، لذلك بصير سوء هضم بعد هي العمليات. تمام. فهي القصص هي كلها بننتبه عليها، هي كلها اللي بتصير. طيب خلينا نرجع لموضوع النظام الغذائي. مثل ما قلنا الواحد عمل هالعمليه اسمعته او قصت معدته او عمل احد العمليات الاخرى، شو لازم يعمل بعدين؟ يعني في نظام غذائي لازم هو يتبعه لحتى يكون في توازن، لحتى يحافظ على صحته. هلا غالبا الدكاتره الجراحين بيطبعوا شقفه جداول هيك انه انت هلا هذا الاسبوع سوائل، بعدين هلا فيك تفوت اللبن والنشا والهي، بعدها فيك تفوت الدجاج المسلوقه، عندهم اربع اسابيع بياخذوا الاوردر من دكتور الجراح بعدين تبعه. كل شو وهي محطوطتهم مطبوعه وبتاكله. هلا انا مو ضده، بس لازم يكون مراعاه لحالك، كل حاله بحالتها. يعني هذا هي اول نقطه. اول ما تخلص من هالعمليه احمل حالك واطلع، مو شان نشغل اخصائيين التغذيه، لا والله، لانه انت اذا كنت بحاجه لاخصائي تغذيه قبل العمليه بطاق، انت بحاجه هلا له ب 10 طاق مشان يتوجه الحرق لعمليه الدهن، مو يروح تفقد جسمك. تمام. طيب الفكره الاساسيه بعد ما نخلص نحن، لانه حتما بدنا نقول لهم يسمعوا كلام اطبائهم لبعد ما يلتئم الجرح، وبعد شهر نحن غالبا بيجينا مريض تبع السليف والهالامور هي، فبنمسكه اول شيء بدنا نعرف هلا مخزون الكبد تبعه وهالامور هي. اول شيء بدي روح اقول له اول خطوه بنقول له اياها، عندك ابره فيتامين د، ناخذ التحاليل تبعه طبعا بنشوف حتى نحدد له العيار الصح. عنده ابره فيتامين د وفيتامين بي 12، هي بنعمل له ابره باسبوع وابره ثانيه باسبوع، يعني مو بنضخ بنشكشكه ابر، عنده اسبوع حاليا بس لازم ياخذ هدول الابرتين. بالضبط. هلا هو اول شهر ما بيلاقي نقص بشيء، بيلاقي لساته تحاليله ظابطه وظريفه، لانه الكبد لسه عم يطالع له من الفريزر تبعه. تماما. هلا وين الخلل؟ وقت بيلاقي حاله المريض عم ينسل، وين بيعمل الشوك بمخزون الكبدي؟ بعد ثلاث شهور او الشهر الخامس من العمليه، بيكون اتوجت نزول العمليه صارت متجاوزه 25 كيلو ومريض طاير عقله مثل الفراشه الطياره، مثل الغزال عم يتفتل ببيته ويجاكر العالم يعني، ومغرور بحاله وهو نازل صرخ بكبده. تمام؟ هلا عفوا على المصطلحات اللي هي، بس اجمالا انا عم اكون قريبه للواقع اللي هون بقى بيصير الفجوه تبع نزول هبوط المغذيات تبع الكبد. تمام. هلا اللي بيهمه امره اول شيء، اول ما يصير عنده يا تنزيل عندك او بلش اول تبطيء، يعني مثلا بلش ياخذ اول شهر اخذ 10 كيلو،
7 كيلو بعد الشهر الثاني صاروا 17، صار 5 بلش يتفرق عليه التنزيلات، فورا يدخل كثير شيء اسمه العصير الجزر، مو اكل الجزر، عصير الجزر، لانه اكله حيسده يشبعه على 7 اضعاف. العصير الجزر بيمسك له الكتله العضليه بجسمه، كولاجين عضلاته، وبيغذي شوي الكبد، الكولاجين السكري تبع الكبد، وسهل الامتصاص نوعا ما. هاي ماده بتحفظه بتحميه من اللهلطه او الفضيان الامني تبعه، هذا يعني بتحسي انه صار فضي هذا الجسم، فبتلاقي انه تاكلت هي عصير الجزر يحافظ عليه. النقطه الثانيه مص الموز، هلا بعرف انه الموز غالي، بس اللي عمل عمليه المعده بيقدر يدبره، يعني عرفت كيف عليه. فالفكره الاساسيه مص الموز ماده فيها فوليك اسيد عالي، وبتحافظ على الكولاجين وبتحافظ على كولاجين شعره. الشغله اللي بيهمني امره للعظم ما يدوب معنا والمفاصل ما تتاكل المي المفصليه، انه كثير ينتبه على هي الوصفه انه ياخذ 3 زيتونات لو على الريق مشان يشغل عصارته الكبديه وما تصير حصوات مراريه. هي حكينا عليها انه بيصير عندنا مشكله فيها، مو ضروري ياكل زيت على الريق لانه حترغي معدته حتما. زيتونه مقبوله اكثر، زيتونتين لثلاثه مشان يشغل العصاره الصفراويه. الشيء الاهم من هيك عندي اياها اللي بيهمني غير عصير الجزر والزيتون على الريق، وان الموز في شغله اسمها ماده عندي اياها اليقطين القرع. هلا وقت اصلا ايوه بالضبط، هي الماده بتحافظ له على جهازه المناعي كمان ما يكش مع باقي الاجهزه، فبتساوي له توازن مناعي لانه بصير متعرض للالتهابات والامراض اكثر. اليقطين كمان بتحافظ له على مزاجه، المزاج بيتغير كثير بعد هي العمليات هي، ويا مع حالات طلاق سمعانينا بعد ما زبطوا حالهم ما عاد عجبه كل واحد، لانه عم يتغير الافكار وعجبه شكلي بس طلقنا. هي كثير لازم بعد عمل يتعاقدوا مع مستشار نفسي. هلا عم يحضرونا بطلوا يعملوا العمليه بس نوره هي القصه. هلا انا ما حيتوتروا، هلا هي كرهتهم بالعمليه اوريدي على الاخير. الرشاقه هي اولا عند خاصه الستات. المهم فتلاقي انه الدبريشن كثير عالي، القرع كثير بيحافظ على المزاج. الشيء الثاني عندي اياه الكاكاو، الكاكاو رائع للشد، يعني ممكن انت تعطيها للوحده وصفه كولاجين، بس الكاكاو بيعمل شد للجلد حتى كمان ما يكرنش بمنطقه البطن وتحت الصره. الفكره اللي كثير اللي بيهمني امرهم هدول الاشياء، وقت بتفوت عندك يا بتطلعي بتلاقي هذا الانسان سبحان الله نزل بالوزن بس العظم حافظ عليه، بس اكل كثير عضلاته تلاقي وشه ختيار. فهذا الموضوع بتلاقي لا وجهي لعصير الجزر واليقطين عندك اياها وتشدي له جلده وهالقصص هي وفيتامينات اي. هلا برجع بقول بتحطوهم بالمصادر الطبيعيه وبعدوا عن هدول الادويه تبعت المكملات، لانه العلك مصدي، لانه مثل ما فاتوا مثل ما طلعوا. تمام. يعني بتقولي لي انه طب انا الاغذيه كمان مثل ما فاتت مثل ما طلعت، اياك ثم اياك تتعود على المكملات الغذائيه لانها بتكسل لك المنطقه اللي كسلت اكثر من هيك. خلي الماده الطبيعيه هي اللي تعاود وتروح وتجي. الفكره الثانيه اللي بدي اقول عنها اللي بدي اياه انه انا ما يخسر طوله، لانه بيخسر قسم من طوله بعد عمليات المعده، فشو بده يعمل؟ بده يعمل تمرينات الجيماستيك الامتطاط. هاي التمرينات بتحافظ له اذا كان خسر من كتلته العظميه انه ترجع الغضاريف تتشكل، اذا عرف ياخذ شيء من مرق العظم لانه فيها كولاجينات وما بتضايق الجسم وهالقصص هي. اول ما يوصل الجسم لمرحله بعد عمليات المعده، لانه بينزلوا كل واحد حسب رقمه، على رقم بيصطدموا فيه وبيبلشوا يطلعوا، وهون ينتبهوا للشراهه تبع السكر. هون بيعرف الكبد بيكون فضى مخزونه السكري تبع الجلوكوجين السكري، هون بقى لا يهجم على السكريات بشكل فظيع. في شيء اسمه كابح لجماح طلب الجسم، لانه حيخليه بمراكز الشهيه ينام ويفكر فقط بالسكر، وهون بقى ببلش العمليات تفقد نتائجها. يعني واحد مثلا خسر 50 كيلو صاروا 3 سنين، بالسنه الرابعه صاروا 30 كيلو، بلشت ترجع المعده اولا لانه تتمدد لانه هي عضله. والنقطة الثانية مين اللي بيفشل بيبلش ياخذ يخسر من عمليات تنزيله وتوقيف وزنه؟ طلب الكبد بيعطي إشارة الكبد للدماغ إنه ما يجيب له هلا غير سكر. وهون بلش بقى بيرجع الأنسولين بيشتغل وبيبلش لعتبات سرات وبنقعد بقى بنفوت وكأنك يا زيت ما غزيت. وهون بيبلش بقى يخسر مريض المعدة بعد هالسيناريو الكبير هذا اللي صار معه والنجاح الرائع اللي صار فيه، يخسر بقى قسم من اللي نزله. وهون بقى بتصير بقى شغلتنا كمان نتدخل بالضبط.
تمام. اكيد يعني معلومات عن جد جدا مفيده، ان شاء الله رب كل الاشخاص يلي مفكرين انه يعملوا عمليه او عملوا العمليه يكونوا اكيد. لا هي في لها فوائد طبعا، ومثل ما ذكرتي حضرتك في حالات اكيد بيضطروا لاجراء هيك عمليات. دكتوره توا بدي اتشكرك كثير على هاي المعلومات وجودك معنا. سعد صباح.